وبخاطري كلمات ربما أحكي قشورها أو من ينوب عنها من الحروف، ولعلها تكون الأخيرة، لأنني ببساطة سوف أصمت ثم أصمت وأخيرا ألتزم الصمت أيضا، لا لأنني لا أقوى على الكلام أو أفقد حجة الرد، بل لأن في الصمت نجاة للقلب وراحة للعقل وهدوء للنفس، ولأن مثلي لن يفلت يده أو يتخلى حتى تتفتت أوردة قلبه أو تجف عروقه، وبعدها تكون معذرة مبررة ومستحقة، ثم السلام على من تألموا ولم يتكلموا حين أدركوا خطورة الكلمة فقرروا تفاديها والبعد عنها، وكتبوا بصمتهم كلمات حية لا ترى بل تنبض نورا يزداد ويتوهج كلما مرت الأيام وانطوت السنون. محمود سعد.